نصراحة حنا لم يتم إبلاغنا بهذا بتكوين هذه اللجنة، لما في هذه الاجتماعات مع الناس الأخبار إلا كانت هذه شي بادرة جديدة، بالعكس راه هذه يعني المقاربة التشاركية، ويدخلوا بزاف ديال الفاعلين، كلما يدخلوا بزاف ديال الفاعلين كلما يعني يكون واحد نقاش مثمر واللي يقدر يكون عليه التوافق الكلي، ما غتبقاش هاد الرتابة ولا هاد العرقلة، بالعكس كل واحد غيعرف الدور ديالو، كل واحد غيعرف الحدود ديالو، وكل واحد الامور غتولي بسلاسة. هاد المبادرة ما وصلتناش، نشركها مع السؤال ديال الاخر ديال الصحفي ديال البديل، يعني الا كانت هاد اللجنة هادي مرتبطة بالوسطة البرلمانية فهذا أمر جيد جدا، يعني ميمكنش حنا في اللجنة أننا نختلفوا فيه ولا نقولوا لا، بالعكس مكرهناش أن هذا الشيء يمشي في هذا الاتجاه. بالنسبة للسؤال الثاني ديال أنفاس بريس، يعني سؤال واضح اللي حتى الجواب ديالو واضح، ما نحتاجش أننا نجاوبوا به كاع، ديال واش بقى فيكم الحال تنتوما أن سبع شهور مشات من التكوين ديالكم. راه أول حاجة بدينا بها راه الطلبه دابا داروا دي سيلول ديكود، داروا خلايا استماع مع دي بسيكياتري دي بسيكولوج باش انهم يواكبوا هاد القضيه هادي. راه سبع شهور تحزوا في النفس، طبيعي الطلبه ضحوا باغلى ما يملكون، راه هو التكوين ديالهم، عاد هاد السجال هذا اللي غير كيورث واحد الشعور أمير بالفرنسي، لما مر وماشي إحنا السبب فيه، ماشي إحنا اللي سدينا باب الحوار من 16 فبراير، أردنا أكثر من 100 اجتماع باش أننا نوصل هذا المرحلة هذه باش عاوتاني تفتح الباب الحوار. جلسنا مع مختلف الفاعلين كون تفتح باب الحوار ونجلسوا اون تكنيسيتي، نهضروا في الامور التقنيه، حيت هذو امور اكاديميه بحته كلها تقنيه، كون كنا كنجلسوا وكنهضروا فيها وكنناقشوا راه ونحلوا كاع لي طابلوند مع لي زيتوديون، ما غيستمرش علاش هاد الازمه غطول. ونشركها مع السؤال الاخر ديال فيما كنشوفوا شي شمعة شعلات انها بحال كتطفى، راه حنا كنسالوا نفس السؤال. راه في اللجنه الوطنيه كاين واحد الاختلاف، واحد التباين يعني منقطع النظير، كل واحد كيفاش كيفكر، والطلبه كل واحد كيفاش يفكر، وكنرجعوا للجموع العامه ومختلفين في الاراء وكنناقشوا وكاملين كنقولوا كيفاش هذه القضيه ديال فين ما كتشعل شي شمعه كتطفى. علاش مثلا في الوسطه الحكوميه صافي مشينا بعيد، لقينا بزاف ديال التوافقات، اون فوا بدينا كنتوافقوا جات واحد البرمجه ديال الامتحانات مباغته، ما واش حنا المسؤولين عليها؟ لا، وهكذا مثال في بزاف ديال المحطات. غير البادره الاخيره ديال الوساطه ديال البرلمان كنلقاو مثلا في الصحافه يعني كلام متضارب، انهم ما وضحوش لينا ومنبر اخر وضحوا لينا، يعني حنا ما بغيناش نكونوا ضحايا ديال تجاذبات سياسيه ولا اي، حتى الطلبه هادو كيبقاو ابناء هذا الوطن وكيبغيو بلادهم، باغيين يبدلوا، باغيين يغيروا وينشؤوا مغرب الغد اللي هو مغرب في التوافق. هذا الاختلاف اللي عندنا في اللجنه الوطنيه ولا في الطلبه وكاملين كنبقاو محتضنين وكنناقشوا، هذا راه كيبين ان مغرب الغد وشباب الغد اللي غيوليو هما مسؤولين الغد عندهم القدره انهم يتوافقوا، عندهم القدره انهم يبنيوا واحد التصور موحد، يعني هذا الشيء خصنا نفتخروا به، ولكن ما نكونوش ضحايا في الاخر ديال 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 التجاذبات. ناحية أخرى يعني السنة البيضاء، كيف ما هضرتوا على السنة البيضاء، يعني احنا بينا لا في البيانات ديالنا لا في الخطوات ديالنا لا في التصريحات ديالنا كيفاش احنا باغي نتفاداو هاد السيناريو، ما احنا ما كنديروش شي حاجة اللي غتخلينا ندفعو بالسنة البيضاء، ولكن واش احنا اللي سدينا باب الحوار؟ واش احنا اللي كنسدوه؟ راه كيف ما اشار الزميل ديالي 24 ساعة باش عيطوا لينا، قل من 24 ساعة البرلمان جينا كنجريو، حمزة جاي من أكادير كيجري، الطلبة الآخرين كاين اللي جاي من وجدة، كاين اللي كل واحد منين جا كيجريو بالليل وحضرنا، يعني هادشي كيبين أنك أنت مستعد للحوار زعما بطريقة اللي ولحد الساعة راه ما كنجلسوش مع وزارة التعليم العالي وناقشوا، راه كنجلسوا مع وسطات، وزعما هادو السؤال ما طرحوش لينا،
اطرحوا يعني المسؤولين انه واش هما ما باغيين يتفادوا معنا هذا السيناريو وان شاء الله نتفادوا. علاش ما نتفادوا دابا؟ عطيونا سبب واحد علاش ما نتفادوش. يعني حطينا كاع لي زارغومون لوجيك ديالنا، الحجاز المنطقي ديالنا اللي يخلينا اننا نتوافقوا وما ندخلوش في براد فيه، نتوافقوا منطقيا ونتفادوا هذا الشيء. علاش غنبقاو مستمرين فيه؟ علاش ما نستمروش فيه؟ نلقاو الحل. علاش ما نلقاوش الحل؟ واي اذا يعني زعما ما كاين حتى واحد اللي لا بالعكس، واي هذه امور واضحه. المبادره البرلمانيه كيف ما قلت خاص الحكومه تعاونهم، يعني الرؤساء الفرق ولا اللجنه اللي تحدثت عليها اللي باقي ما وصلتناش صراحه، خاص الحكومه تعاونهم تعطيهم لا ما تعطيهم حلول اللي زعما الطلبه يقدروا يدخلوا بها. خاص الحكومة تعاونهم، وعلاش لا ما تكونش بادرة أخيرة ديال الحل ونساليو هاد المسلسل الطويل الذي أرهق كاهل الجميع. راه ماشي غير حنا اللي كنخلصوا الثمن ديال هاد النضال اللي هو طويل، راه الجميع كيخلصوا، راه الجميع كيخلصوا. ما خاص زعما نكلفوا بلادنا هاد التبعات وهاد الثقل هذا، ولا نكلفوا الطلبة واحد الجيل، واحد لو بوتونسييل، واحد يعني نقدروا نستثمروا في هذا الجيل هذا ويعطينا بزاف. علاش غندمروه؟